ان ربما عنوان المباراه كان الارسال في هذه المواجهه مع ايفو كارلوفيتش. الحقيقه كانت مباراه ما بين عملاقين، فرق ما بينهم 10 سنتي، ايفو كارلوفيتش 2 متر 8 سنتي و ديل بوترو 1 متر 98. لكن بالتاكيد الضربات الارضيه لاخوان مارتين ديل بوترو اقوى. الارسالات التي يرسلها ايفو كارلوفيتش كانت خطيره، يستدرج ديل بوترو وكان يؤدي، وضربات حتى الارضيه ايفو كارلوفيتش كانت هائله يعني. نعم، بصرف النظر والفارق في العمر ايضا تقريبا 11 بدا يؤثر على هذا اللاعب ايفو كارلوفيتش، بدا يرتكب اخطاء يعني، فتره شاهدنا يتالق وفتره ينخفض اداءه. لكن اللي كان يعني جاذب للانظار في هذه المباراه ان لو بيلعب في بيونس ايرس ما كانش هيبقى عنده كميه الجماهير الارجنتيني. دائما في ميامي جمهور الارجنتيني كثير، وكانوا ياتون باهازيج واغاني رائعه، دالكو يعني كان في كاس ديفيز. بالظبط كده، وكانها مباراه في كاس ديفيز. اذا شاهد هذه الصور، ويوم الامس دائما ايفو كارلوفيتش الذي يتنفس من على الفولي، وكلما كان التبادل من الخط الخلفي الا ودلبو كان يكسب، ولكن كسر ارسال مبكر اعطى الثقه لهذا اللاعب كابتن لكي يستمر ويحسم المباراه كما نتابع في هذه التسديدة الرائعة.